خدنا الفيديو السابق غرزة السيد ستيتش أو غرزة البذرة، وقلنا إن هي مرتبطة باتنين غرزة، الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة، وأخدنا من قبلهم غرزة عش النحل، وبرضو قلنا إن هي مرتبطة باتنين غرزة، الغرزة البسيطة والغرزة المقلوبة. غرزتنا النهاردة كمان هنستخدم فيها الغرزة العدلة وغرز تانية مختلفة، وهي اسمها مش ستيتش أو غرزة التحلب. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض غرزة جديدة تماما، غرزة حلوة قوي ومميزة، وكمان تصلح تكون غرزة منقوشة او تدخليها في بطانية وحدات زي ما احنا هنعمل النهاردة. هستخدم معكم الخيط ده خيط اليزا كوتون جولد صف البداية واي عدد من السلاسل. طبعا معايا إبرة 4.5. من ظهر السلسلة وبسحب كل حاجة معايا على الإبرة، اخدت كل حاجة معايا على الابرة، هرتفع سلسلة وهسحب كل اتنين مع بعض. ودلوقتي هتبدأ غرزتنا. اول حاجة ركزوا معايا، اول غرزة هنا هاخدها غرزة عدلة، هدخل في نص السلسلة واسحب الخيط، بعدين هلف لفة على الابرة، لفة عادية جدا، هسيب غرزة واخد الغرزة اللي بعدها غرزة عدلة، لف على الابرة، ادي غرزة، اروح اخد الغرزة اللي بعدها، طبعا باخدها غرزة عدلة، بدخل في نص السلسلة وبسحب، لف على الابرة بما ان هنا مفيش حاجة اهو، تمام، بروح على طول الف لف على الابرة واخد نهاية الصف. طبعا انا سبت الغرزة اللي انا مفروض برضو اسيبها تحتها اهو، ارتفع السلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. ده كده اول حاجة في غرزتنا. بعدين نركز مع بعض، انا بشتغل في الغرزة اللي انا لفتها، بسيب الغرزة العدلة زي ما هي، فبعمل كده لف على الابرة، تمام، شايفين اللي عاملة زي التمانية المفتوحة دي، هي دي اللي انا بشتغل فيها، بدخل فيها لف على الإبرة، وطبعا كل مرة بسيب الغرزة اللي هي سليمة دي وباخد اللي هي عاملة زي التمانية دي، تمام، بدخل فيها لف على الإبرة، وكل مرة بدخل في الغرزة اللي هي عاملة زي التمانية دي. فعليا غرزتنا كده خلصت، فقد ايه هي بسيطة وسهلة زي ما انتوا شايفين. اوكي، اروح على نهاية الصف، دايما مش بدخله في الغرز بتاعتي، باخده زي ما هو كده الاتنين لوب او الاتنين سلسلة، وبرتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. المرة دي زي ما انتوا شايفين فيه التمانية دي في البداية مش غرزة عدلة، فبروح الاول اخدها ادخل فيها كده واسحب، تمام، بعدين زي ما انتوا شايفين في هنا غرزة قدامي مقفولة اهي، وبعدين التمانيات المفتوحة اللي احنا عارفينها، فبلف لفة على الابرة على اساس ان انا دايما بتجاوز غرزة انتوا شايفينها حاليا دي، وبروح عند التمانية المفتوحة دي واسحب لفة على الابرة، وعند كل تمانية مفتوحة بدخل فيها وبسحب، وطبعا ما بينهم بيكون دايما في الغرزة اللي انتوا شايفينها مقفلة دي، فدي انا بسيبها زي ما هي. اخر حاجة زي ما انتوا شايفين هي غرزة عادية، تمام، فانا هلف لفة على الابرة واسيبها زي ما هي واروح اخد نهاية الصف. اهتموا قوي بالبداية والنهاية، برتفع سلسلة وبسحب كل اتنين
مع بعض. شكل غرزتنا زي ما انتوا شايفين غرزة مفتحة كده، وتحسوا ان هي عاملة زي البنى مبنية فوق بعضها، بس ليها منظر حلو قوي وتصلح تكون حاجات كتيرة جدا، ومنها الايس كابات اللي دايما بنكون محتارين احنا نعملها ازاي بغرز مفتحة. غرزة لطيفة وسهلة. لو هنا زي ما انتوا شايفين كده غرزة مقفولة، اللي بعدها هي اللي انا بدخل فيها، فعشان هنا غرزة مقفولة بلف لفة على الإبرة وبدخل على طول في اللي هي عاملة زي التمانية المفتوحة، كل مرة بسيب الغرزة اللي هي مقفلة دي فلف على الإبرة وبدخل في الغرز المفتوحة، لف على الإبرة وبدخل في الغرز المفتوحة، وهكذا لنهاية الصف. طبعا في نهاية الصف زي ما انتوا شايفين المرة دي اهو غرزة مفتوحة، فلف على الإبرة بدخل فيها وبعدين اروح على الجانب بتاع نهاية الصف، اخد الاتنين لوب بالمنظر ده، اسحب ارتفع سلسلة زي ما انتم شايفين. طالما هنا بقى بقت مفتوحة كده يبقى انا ادخل فيها الاول واسحب، لو هي مقفولة كده في البداية يبقى انا الف لفة على الابرة وبعدين اتجاوزها واخد اللي بعدها. تمام، طبعا انا اخدتها خلاص، هلف لفة على الابرة هتجاوز الغرزة اللي هي المقفلة وبروح عند التمانية المفتوحة دي، ادخل فيها وبسحب لفة بدخل وبسحب، ودايما طبعا لما بدخل وبسحب بكون سايبة ما بينهم الغرزة اللي انتوا عارفينها دي، الغرزة اللي انتوا شايفينها دي تكون مقفولة كده فملهاش داعي ان هي تتاخد. لفة النهاية مقفولة فبلف اللفة على الإبرة وآخد اللي في الجانب، أسحب ارتفع سلسلة وكل اتنين مع بعض، أقفل الغرزة بطريقة الغرزة نفسها دي مقفولة. تمام، طبعا المفروض ان انا الف لفة على الإبرة الأول، ادخل في دي اسحب تمام واطلع من الاتنين مرة واحدة، لف على الابرة، طبعا انا بتجوز دايما غرزة وباخد اللي بعدها فبلف لف على الابرة اخدها واسحب واطلع من الاتنين، لفة ادخل اسحب اطلع منهم كلهم، لفة وادخل واسحب واطلع من التلاتة. خدي بالك ان انت ايدك تضيق وانت بتقفلي فهيبقى من فوق مضموم ومن تحت فاتح كده، لفة اهدي الغرزة اهي. طبعا لو انا بعمل الصف هخلي معايا الابرة، لكن انا دلوقتي بسحب واطلع منهم كلهم كده بيكون الغرزة بتاعتي اتقفلت. اخر حاجة خلاص زي ما انتوا شايفين الغرزة بتاعتي عاملة ازاي، شكلها حلوة قوي مفتوحة كده، وتصلح تكون من غرز الصيف. استخدمي خيط اقطان زي اللي انت شايفاه ده، شايفة شكل الغرزة عاملة ازاي، مميز قوي، وتحسوا ان هي فيها شبه من الغرزة اللي قبلها، غرزة الحبة او الرزة او البذرة زي ما بتحبوا تسموها، سيد ستيتش ده الاسم الاساسي. تحس انه فيها شبه منها ولكن دي مفتوحة قوي ودي مقفلة كده ومضمومة على بعضها. ده شكلها في بطانيتنا. غرزة الطحلب او الموس ستيتش شكلها قد ايه كيوت، مميزة، وفتحتها طبعا مقبولة لان اشتغلتها بابرة رقم 4 زي ما انتوا شايفين، كيوت وحلوة قوي. كده غرزتنا النهاردة تكون خلصت، غرزة الطحلب او غرزة الموس ستيتش زي ما بتحبوا تسموها، غرزة مميزة قوي وتصلح لحاجات كتيرة، واي غرزة منقوشة ينفع ان احنا نحطها في ديل او في اكمام كارديجان او اي نقشة ايا تكن، او تستخدميها في بطانية زي ما نعملها مع بعض. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك والشير، وروحوا على الانستا والفيس لو حابين تشوفوا الحاجات دي في معلومات سريعة وبسيطة، او تتواصلوا معايا هناك.
وتابعوني واعملوا شير للفيديو لو حاسين ان في حد مهتم بالكروشيه التونسي. رمضان كريم ومع السلامة. باي.